Hello, my lovely students. I am Teacher Mais from Zahrat Al-Ashrafiya School. Today, we're going to take the text in your student book, page 77. We're going to take the first part only. اليوم رح ناخد النص اللي موجود في كتابكم الملون صفحة 77 رح خد الجزء الأول فقط. Now let's begin with the title, A Different Kind of King. A Different Kind of King. Different مختلف وkind نوع وking معناها ملك. المقصود بالعنوان إني أنا بعرف إنه king ملك اللي هو حاكم البلد. هلأ إحنا رح ناخد الدرس ونطلق على حدا معين أو على إشي معين لقب كينج لكنه مش حيكون إنسان هو حيكون بينجوين بطريق. Now let's start with the text. نبدأ بالنص. Emperor. Emperor. إمبراطور. Emperor means king. كلمة إمبراطور معناها ملك. And the emperor penguins got their names from their large size. في بطاريق أطلقوا عليهم لقب الإمبراطور Emperor. ليه؟ حصلوا على هذا الاسم بسبب حجمهم الكبير Large size. And from the amazing things من الأشياء الرائعة They do in their lives. من الأشياء الرائعة اللي بيعملوها بحياتهم. يعني أنا ما بطلق على أي بطريق بحكي عنه Emperor إمبراطور. لا بطلق هاي الكلمة على بطريق معينة. بطلق كلمة emperor على بطريق معينة. بدي يكون في عندي شرطين إلهم. Large size أحجام كبيرة. وكمان amazing things they do in their lives. أشياء رائعة أو مذهلة. Amazing معناها رائع أو مذهل. بيقوموا فيها بحياتهم. لاحظوا معي lives. ما بحكي live. Live معناها يعيش. أو lives لا live يعيش فعل lives اللي هي جمع كلمة life حياة lives حياتهم خلينا نكمل let's continue every year emperor penguins هدول البطاريق اللي نطلق عليهم إمبراطور كل سنة walk for more than 100 kilometers يعني هما كل سنة بيمشوا أكثر من 100 كيلومترز كيلومترز يعني 100 كيلو متر across the ice عبر الجليد they travel in groups وبيسافروا بمجموعات of hundreds of penguins بيسافروا بمجموعات بتكون مكونة من مئات البطاريق they walk Until they find a good place for the female penguin. تمام. هم بيمشوا بيضلهم يمشوا بمجموعات لحد ما يلاقوا مكان جيد. Good جيد و place مكان. لمين? For the female penguin. لأنثى البطريق.